لا أنت يا ابن حنبل! لما لا تكف عن التكبر والتعالي علي؟ وفيما تكبرت أو تعاليت عليك؟ من تحسب نفسك حتى تصوب لي كلامي أمام الشيخ؟ أم أنك نسيت من أنا ومن أنت؟ اسمع يا أخي، إن كنت تظن أني نلتك بمساءة فأنا أعتذر إليك، ولكن يجب أن تعلم أن هذا العلم دين ودين الله لا مجاملة فيه. أما الأخرى يا صهيب، فالناس لا يتفاضلون عند الله إلا في التقوى. وما يضيرك أن تسكت؟ أم أنك تهتبل أي فرصة للنيل مني؟ لا أسكت عن خطأ وقع مهما حدث، وشيخنا من طلب مني أن نصوب الخطأ الذي وقعت أنت فيه، وما فعلت إلا واجبي وما طلبه شيخي وشيخك. أقسم لتدفعن الثمن غاليا يا ابن حنبل. وأقسم إن عدت لمثلها لتسمعن أكبر من أختها.